سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هم مجموعة من الفنانين احتلوا الصف الأول في عالم الأضواء والشهرة، لكن شاءت الأقدار والأحوال أن يتحولوا من شخصيات مشهورة إلى شخصيات منسية بحاضر مليء بالمعاناة والآفات. أحببنا شخصياتهم سواء الحقيقية أو التي سحرون بها على الشاشات، ومنهم من غادر الدنيا وهو لا يملك شيئا بعدما كان يملك الكثير. فمن تكن الفنانة باميلا أندرسون؟ ولدت باميلا أندرسون بتاريخ 1 يوليو 1967 في كولومبيا. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية عملت مدربة لياقة بدنية حتى تم اكتشافها في مباراة لكرة القدم في كندا. بدأت حياتها المهنية عريضة في إعلانات الخمور والبيرة، ثم في صفحات مجلة بلاي بوي التي أشهرت هذا في العالم بأكمله. وكانت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بمثابة أيقونة الموضة والإطارة، ويصور المهتمون بالمجال بكيم كارداشيان التسعينات. دخلت إلى مجال التمثيل كممثلة في برنامج تلفزيوني، ولكن الشهرة الحقيقية أتت بعد مشاركتها في المسلسل الشهير باي واتش، وهي المشاركة التي نقلتها للعالمية، كما جعلت منها رمزا جنسيا على مستوى العالم. استغلت أندرسون نجاحاتها كعارضة وكممثلة للظهور في العديد من الإعلانات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية لكسب ثروة مالية حقيقية، حيث كان مسلسل بي واتش الأمريكي الذي استمر لمدة ساعة لكل حلقة، والذي يصور حياة منقذ في مدينة ماليبو الأمريكي مليئا بمشاهد شبه عارية، أكسب باميلا شهرة واسعة بعائدات مالية ضخمة لدرجة أنه أصبح البرنامج الأعلى تقييما على المستوى العالم في تلك الفترة. لم ينتقل نجاح أندرسون في التلفزيون إلى الشاشة الكبيرة، وبالرغم من شهرتها الإعلامية فقد كانت أولى خطواتها في عالم السينما في بعض الأفلام التي فشلت فيها بشكل كبير. وفي عام 1995 حظي زواج أندرسون بمغني الروك في فرقة تومي لي باهتمام الإعلام مرة، حيث أنجب زوجان طفلين براند توماس ودايلان. مع ذلك كان الزواج محفوفا بالجدل، فقد تم تسريب مقاطع جنسية للزوجين من شهر العسل الخاص بهما. وفي عام 1998 تطلق الزوجان بعدما ألقي القبض على زوجها بتهمة الاعتداء الزوجي. وفي شهر مارس من عام 2002 أعلنت أندرسون عن إصابتها بالتهاب الكبد من نوع C. ادعت أنها أصيبت بالمرض نتيجة تبادل إبرة الوشم مع لي، ولكن فشلت تلك المأساة في عرقلة علاقة أندرسون الرومانسية مع مغني الراب كيد روك، حيث تزوج الحبيبان في 9 يوليو 2006. وفي نوفمبر من نفس السنة أعلنت أندرسون عن خضوعها لعملية إجهاض، وبعد بضعة أسابيع تقدمت بطلب طلاق من كيد روك بحجة وجود خلافات بينهما ولا يمكن التوفيق بينهما. تزوجت أندرسون بريك سالومون مرة أخرى في عام 2007 وألغي الزواج بعد شهرين. وفي يناير 2014 تزوجت مرة أخرى من شخص آخر، لكنها ألغت الزواج للمرة الثانية في شهر يوليو من نفس العام. دخول أيقونة العالمية للإطار باميلا أندرسون في مشاكل الزوجية وقضايا في المحاكم مع شركات وأزواجها الخمسة كلفها ثروتها كاملة، حيث أنها فقدت في الفترة ما بين 2008 و2013 أزيد من 12 مليون دولار في قضايا المحاكم والصراعات. إضافة إلى ذلك
فإنه سهى بعملية التجميل الكثيرة والمكلفة، أفقدها نصف مدخرتها حسب ما أوردته مصادر إعلامية أمريكية، كما أن إدارة الضرائب الأمريكية دخلت معها في صراعات ومشاكل كثيرة بسبب عدم أدائها للضرائب، مما حد بها في الدخول في ديون كثيرة، أنهت بإعلانها سنة 2013 عن إفلاسها بالكامل، حيث انتقلت للعيش مع صديقها اللاعب المغربي عادل رامي قبل أن تنفصل عنه منتصف السنة الجارية وتعيش وحدها في شقة للكراء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.